من هو الأب؟ كلمات قاسية لكنها حقيقية. الأب في صغرك تلبس حذاءه فتتعطر من كبر حذائه وصغر قدمك، تلبس نظارته فتشعر بالعظمة، تلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة. يخطر ببالك شيء تافه فتطلبه منه فيتقبل منك ذلك بكل سرور ويحضر لك دون منة. يعود إلى المنزل فيضمك إلى صدره ضاحكا وأنت لا تدري كيف قضى يومه وكم عانى ذلك اليوم في عمله. واليوم في كبرك أنت لا تلبس حذاء أبيك، فذوقه قديم وهو لا يعجبك، تحتقر ملابسه العتيقة وأغراضه القديمة لأنها لا تروق لك. أصبح كلامه لا يلائمك، وسؤاله عنك هو تدخل في شؤونك وذلك لا يروق لك. حركته تصيبك بالحرج وكلامه يشعرك بالاشمئزاز. إذا تأخرت وقلق عليك وعاتبك على التأخير، حين عودتك تشعر أنه يضيقك وتتمنى لو لم يكن موجودا لتكون أكثر حرية، رغم أنه يريد الاطمئنان عليك ليس إلا. ترفع صوتك عليه وتضيقه بردودك وكلامك فيسكت، ليس خوفا منك بل حبا فيك وتسامحا معك. إن مشى بقربك محدود بالظهر لا تمسك يده، فلقد أصبحت أنت أطول منه. أنت بالأمس القريب كنت تتلعثم بالكلام وتخطئ في الحروف، فيضحك مبتسما ويتقبل ذلك برحابة صدر. وأنت اليوم تتضايق من كثرة تساؤلاته واستفساراته بعد أن أصابه الصنم أو العمى لكبر سنه. لم يتمنى أبوك لك الموت أبدا، لا في صغرك ولا في كبرك، وأنت تتمنى له الموت، فلقد ضايقك في شيخوخته وقد يضايق من معك أيضا. تحملك أبوك في طفولتك، في جهلك، في سفهك، في كبرك، في دراستك، في عوزك، في فاقتك، وفي شدتك، وفي رخائك. تحملك في كل شيء، تحملك في كل شيء. فهل فكرت يوما ما أن تتحمله في شيخوخته ومرضه؟ أحسن إليه فغيرك يتمنى رؤيته من جديد. اللهم احفظ الأحياء من أبائنا وارحم الموتى منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة من عندك، وسامحنا إن كنا قد قصرنا فيما مضى، ووفقنا لبرهم فيما بقى.